مرحبا بكم في قناة المطبخ الجزائري. وصفتنا لها اليوم راح تكون بالرز. المقادير اللي نحتاجوها كالآتي: لهنا عندي كاس ونص تاع رز مفور، ضروري انه الرز يكون مفور، ما نديروش الرز العادي. لحم مفروم تكون كمية قليلة، نصف حبة تاع بصل قصيتها على شكل مربعات، حبة طماطم وبيضة. الرز هذا راح نحطه يطيب في الماء، نحطه الماء يغلي، كي يغلي نضيف عليه الرز وندني له ملح وفلفل اسود وكميه قليله من الكركم، ما نكثروش الكركم جيس بركه باش نلونه يولي لونه اصفر. في مقلاه على النار حطيت زوج ملاعق تاع زيت ونضيف كميه البصله. كي تذبل البصله نضيف عليها كميه اللحم المفروم، اللي ما عندهاش اللحم المفروم تقدر تعوضه بصدر الدجاج، ودير نفس الخطوات اللي درتها انا بركه. كي تحط اللحم المفروم ديما نبقاو نحركو فيه بالشوكه باش يتحل، ما يبقاش كتله واحده. نضيف له الفلفل الاسود، نضيف كميه الملح ونحركو ونخليه حتى يطيب. اللحم المفروم راهو طاب، درك راح نحيه في نفس المقلاه، ما تغسلوها ما تمسوها، جوست فرغوا اللحم المفروم. لهنا راني حطيت 3 ملاعق تاع زيت ونحط عليه حبه الطماطم. حبه الطماطم راني نحيت لها لابو قصيتها على شكل مربعات. نديروا لها الملح. لهنا الطماطم هذه راني نقلي فيها، ومره على مره بالشوكه نحكم ندير لها كي من هكا، قداش نسحقها صوص طماط. في هذه المرحله نضيف فلفل اسود ونضيف كميه من الماء، ما تكثروش الماء بزاف، هنا راهي بدات تولي صوص طوماط. درك نغطاها ونخليها حتى تطيب. المكونات راهي طابت، صوص طوماط هاهو، اللحم المفروم، لهنا قطعت زيتون اسود، جبن عادي، حبه البيض. الرز هذا هو اللون اللي قلت لكم عليه، ما يكونش اصفر بزاف، راهو طاب. نكسر عليه حبه البيض، نضيف عليها ملعقه صغيره من لاصوص طماط مشي بزاف، ونهز كمية من الزيت اللي طبت فيه الطماطم، كمية صغيرة من اللحم المفروم، ونخلط المكونات مع الرز. شوفوا كيفه ولا، لازم يكون طيب مليح الرز. ونبدأ دركا نوجد فيه باش ندخله في الفور. لهنا نجيبو قطعة تاع الألمنيوم ونحطو فوق منها بابي فيلم على قدها، نقطع بالمقص. نجيبو كمية من الزيت العادي نحطه فوق من بابي فيل وندهن بالبانسو. هذه الخطوة ضرورية، مهرباكا كي نديرو الرز ما يلصقناش. نبدأ دركا نحط كمية من الرز. لهنا حسب انتم واش تحبو، تحبو لوليتاكم كبير ولا صغير. هذه الوصفة خفيفة راح يكون منظرها رائع. نبدأ ندير هكذا كشغل حفرة في الوسط، ونحط فوق من الرز نحط لاصوص طماط. قطعش الرز راه ما فيه والو، لازم نديرو هذه الطبقه. والدور تاع البيضه البيكا راح يتلم الرز تاعنا، ما يجيش محلول، باش كي نقسموه نقدروا نقسموه. الطبقه الثانيه نحط اللحم المفروم فوق من الطماطم، تقدروا تعوضوا اللحم المفروم بالدجاج. نضيفوا الزيتون فوق من اللحم، انا نفضل الزيتون الاسود ما نديروش الزيتون الاخضر. ونحطوا قطعة من الجبن العادي تاع الميزان ولا حتى تاع المثلثات، ونحطوه بشكل طويل هكذا باش باكا كي نقسمو نلقوه. كي تكملوا ديروا كل المراحل هذه، نبدو نلموا الرز تاعنا. شوفوا كيف راهو يتلم. لهنا نضيف كمية من الرز، ما تشوفوش هكذا ذيك البيضة اللي درناها، درك البعديكة تلمهولنا في الفور. ونبدأ ندير الحركة هذه ونعاود نغلق عليه بالألمنيوم. ديما كي تغلقوا زيروا مليح، وديما الجهة اللي غلقت عليها هي اللي نحطها لتحت، ونحطه مباشرة في المول الزجاجي. نكمل كامل الكمية اللي عندي بنفس الطريقة. درك نضيف عليه كمية من الماء في المول الزجاجي ونحطوه في الفور يطيب حتى نشوفوه نشف الماء. ويا ربيش هذه الوصفة تديكم 20 دقيقة في الفور على درجة 200 درجة، ونحطوه يطيب حتى نشوفوه نشف ونخرجوه.
بعد ما نشف الماء تاعو من الفور حكمت نحيت البابي فيلم وخليته جيست تحمر. ضروري قبل ما نقسموه نخلوه يبرد باش يتقسم لنا عادي. قدمته بالطريقه هذه مع سلطه وتعتبر وجبه صحيه ويقدروا يتناولوها حتى الناس اللي دايرين الريجيم. ان شاء الله تعجبكم الوصفه لنهار اليوم وتجربوها وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. ما تنساوش تبارطاجيوها مع لي زامي، تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس باش كل فيديو جديد نحطو تشوفوه. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.